استقبل سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي يقوم بزيارة رسمية لمملكة البحرين. ورحب سعادة وزير العدل بمعالي الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ والوفد المرافق، مشيدا بمستوى عمق أواصر العلاقات الأخوية المتجذرة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، في ظل ما تحظى به من دعم واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله ورعاهما.